أي الجنان نطلب وأيها ندعو؟ حسب قول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنها أعلى الجنة، ومنها تفجر أنهار الجنة. وفضل الله تعالى لا تحده حدود ولا تقيده قيود. وقد قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلى أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ولا يشكل عليك هذا مع قول الله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، حسب الآية في سورة النحل، بسبب عملكم وليس بمقابله. لأن عمل الإنسان مهما كان فلن يقابل أبسط نعمة من الله تعالى عليه في الجنة، وأحرى أن يساوي موضع صوت في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في طريق اشتد به العطش، فرأى بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يأكل الثرى من شدة العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. وكذلك بالمقابل جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. نتمنى من الله التوفيق لنا وللمستمعين والابتعاد عن سخط الله، ونسأله الفردوس، والحمد لله رب العالمين.